السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات؟ طيب، الذكاء الاصطناعي عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتدي له انبوت ويبدأ ان هو يعالجها، وبعد كده يجي لك اوتبوت في معالجة في النص. فانبوت يعني بتدي له بيانات، وبعد كده يديك هو النتيجة. فالمشروعات بيبقى فيها معلومات كتيرة جدا، في ناس كتيرة عمالة تبعت داتا 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 داتا، فان انت تحلل الداتا دي كلها بالطريقة التقليدية خلاص الناس اتعودت عليها، بس ممكن تستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يسهل لك الموضوع ويبدا يجيب لك النتائج. بمعنى ايه؟ معنى ممكن يكون عندي موردين كتير فانا عايز اقارن، فتخيل بقى ان انت تقعد تسهر في المقارنات وفي اتخاذ القرار والحاجات دي كلها، ممكن واحد ينسى حاجه وبتاع. ممكن تستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يحلل لك الداتا اللي موجوده، تحليل بيانات لحظي، يحلل لك الاوفرات اللي موجوده، يعمل لك رصد لكل المعلومات اللي بتحصل في المشروع، كل حاجة بتحصل. وممكن مثلا طب نسق لي الأجازات بتاعت الناس، بدل ما الواحد بيقعد يسهر عشان ده عايز ياخد أجازة وفي أجازة ولازم حد فيهم يكون موجود والحاجات دي كلها. فهو يقدر إن هو يحلل لك، ويقدر إن هو يستنتج أنماط معينة واتجاهات معينة ممكن الإنسان ما ياخدش باله منها، لكن الكمبيوتر بيقعد يحلل لحد ما يلاقي نمط معين هو ده اللي يقول لك هو ده نستنتج او نتنبأ ان حاجه هتحصل بعد كده. اداره المخاطر، في ممكن يكون في مخاطر كتير احنا مش واخدين بالنا منها، مثلا توريدات، حاجات هتيجي. فالذكاء الصناعي بيبقى عنده حاجتين حلوه قوي: التنبؤ المبكر وتحسين الاستجابه للمخاطر. هو بيبدا يتنبأ بالمخاطر قبل ما تحصل، وبيحسن استجابته للمخاطر، يبدا يعمل استراتيجيات جديده عشان يقدر يتفاعل مع الحدث بناء على البيانات اللي هي موجوده. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها دعم اتخاذ القرار. القرار ده اهم حاجه في اداره المشاريع، ولازم تكون دقيقه ومعتمده على الداتا ومعتمده على تحليل الداتا، فهو بيقدم لنا تحليل للداتا. في برضه اتمته العمليات، يعني في حاجات بتتم بشكل تلقائي، تمام، هو يبدا ان هو اذا انت حصلت تبقى دي تحصل معاها، ممكن ارتبه لما توصل الحاجه من هنا يبعتها هنا. فده يبسط الاجراءات، الحاجات اللي هي دونك وورك ابدا اديها للذكاء الاصطناعي. انا مش عايز الذكاء الاصطناعي يقعد يركز على ان هو يعمل صور وفيديوهات وانا اتخصص في ان انا اشتغل في المطبخ، لا انا عايز هو يخلص لي شغل المطبخ ويسيبني انا افنن والحاجات دي كلها. فانت بتشوف ايه الحاجات المملة بالنسبة لك وتسندها للذكاء الاصطناعي، وتركز انت على العلاقات الانسانية واتخاذ القرار. يعني هو ما اعتمدش عليه ان هو اللي هيعمل حاجة. يعني في محكمة مثلا كان في محامي بيقول انا عايز استخدم الذكاء الصناعي، قال له استخدمه، خلي في سماعه واسمع وانت اللي تتكلم، مش الذكاء الصناعي اللي يكلمني، قدر هو قال كلمه تدين العميل بتاعك، فده ممكن يعمل مشكله، ممكن تتسجن بسببها، فانت تفلتر الكلام وتقوله لنا. فالذكاء الصناعي مش هو اللي هياخد القرار، انا اللي هاخد القرار في الاخر. يعني هو ممكن يعمل لي مقارنه ويقول لي دي احسن بنسبه 70%، لكن انا اخد قرار اخد دي او دي. برضه ممكن يساعدني في تحسين التخطيط والجدولة، يبدأ ان هو ينظم لي الداتا والعملية دي قبل كده والعملية دي التانية، ويبدأ يتنبأ بالمشكلات، يبدأ يحسن لي الجدولة، يقدر يقترح لي حلول، فيوفر لي وقت والتكلفة. وطبعا دي هتبقى حاجة ممتازة جدا، على الأقل أنا مش هبقى مضغوط في الشغل، هو خلاص جزء كبير وأنا ههتم بالجزء الأكبر والجزء الأهم، هو التعامل مع الموظفين والتعامل مع العملاء والاجتماعات والحاجات دي كلها. حتى في الاجتماعات بستخدمه في ان هو مثلا ممكن يبقى حاضر في الاجتماع ويسجل الاجتماع ويلخص ويبعت رسالة باهم النقط الموجودة. كل خطوة من دول انا بكون موجود، يعني مش بعتمد عليه 100%، لانه ممكن يفهم حاجة غلط في الاجتماع وينقلها. ممكن يكون في انفعالنا على بعض فتلاقيه نقل الانفعالات وسجلها وبعتها، فانا لازم افلتر واتأكد من كل كلام. يعني ممكن يجي لي ايميل فانا اروح قايل له ايه انا موافق، فهو يبدا يشغل الحاجات كلها، لازم اراجعها واتاكد ان مفيش حاجه غلط. اقدر هو قال له انا موافق واداله اجتماع في وقت انا مشغول فيه، فلازم انا افلتر واتاكد ان هو ده فعلا اللي انا ملزم بيه، مش هينفع اقول لهم ده خطا ذكاء اصطناعي. فهو هيبدا يعني ممكن يكون في داتا كتيره جدا، وهو بقى يبدا ان هو يفلتر لي الداتا ديت ويحللها لي، ويبدا ان هو يساعدني كأن انا جبت مساعد، لكن في الاول وفي الاخر انا المسؤول. يعني حتى في الشطرنج المفروض ان الانسان ممكن يفكر مع الذكاء الاصطناعي، لكن في الاول وفي الاخر اللي ياخد الحركه هو الانسان، هو اللي يبدا يشوف هل فعلا الحركه دي مظبوطه ولا لا.
فهي دي فكرة الذكاء الاصطناعي. واتمنى لو انت عندك رأي تاني حاجة افضل يا ريت تقول لنا عليها، ولو انت بتستخدم ادوات معينة في الذكاء الاصطناعي برضو قول لنا عليها عشان نفكر فيها.